سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم ورقه ديال البسطيله بواحد الطريقه، ماشي ديال الشيته اللي كنعرفوا ولا ديال البونجا. دونك انا غادي نخدمها مباشره، يا اما في المقله، يا اما تخدموها مباشره في المقله اللي كتكون ما كتلصقش، اولا على القعر ديال الكوكوط. دونك كتخدم نيشان باليد بالخطفه. دونك بالنسبه للمقادير، غادي نحتاج جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق، دقيق ممتاز ديال الحلوه، دونك غادي نغربلهم. غندير رشيشه ديال الملحه شويه، وغادي ندير الماء، الماء بارد عادي ديال الروبيني. دونك غادي نبدا بكاس، وانا كنخلط، خاصنا نحصلوا على واحد الخليط بحال ديال السفنج، ماشي جاري وماشي قاصح. دونك كتبقى الكميه ديال الماء على حسب الدقيق، يعني واش كيشرب اولا ما كيشربش. درت كاس وشويه، يعني بحال تقول كاس وقل من الربع، صافي. صافي، وكنبقى نخدمها بحال ما هكا شويه، وغادي نغطيها، غنغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها في الثلاجة ترتاح نص ساعه. من بعد غنجبدها عاوتاني وغنعاود عاوتاني نخلطها، نخبطها مزيان بايديا ونغطيها عاوتاني ونرجعها ترتاح عاوتاني في الثلاجة واحد ساعه كما قالنا هكا كاينه. صافي، ونجبدها ونخبطها ونبداو نخدمو بها. دونك غنزيد شويه ديال الدقيق لانه بانت ليا جاريه بزاف، ما نقدرش نتحكم فيها بيديا. دونك غنزيد شويه الدقيق،
كما قلت لكم كتبقى على حسب النوعية ديال الدقيق. كيفاش خاصها تكون العجينة؟ دابا غادي نغطيها ونخليها ترتاح نص ساعة كما قلت لكم في الثلاجة، عاد باش نعاود تاني نجبدوها ونعاودو تاني نطربوها ونخشيوها عاوتاني في الثلاجة. دابا هي هاني جبدتها من بعد ما مرات نصف ساعة، غنعاود نخدمها على ما كتشوفوا راها شربات مقارنة مع كيفاش درناها في الاول. غنخبطها مزيان وغنغطيها عاوتاني ونخليها عاوتاني في الثلاجة ما بين ساعة لساعة ونص ونتلاقاو باش نوريكم كيفاش غادي نخبزها فوق الكوكوط وفي المقلة ان شاء الله. ودابا البنات بعد ما مرات تقريبا نقول ساعة ونص، يعني العجينة تلقات ولات مديرة الخيط، هيا كي ولات رطبه. دابا انا درت واحد المقله فيها الماء وغندير مقله واحده اخرى فوق منها الاخر، مقله اللي ما كتلصقش، وغادي نبدا نخدم في الورقه ديالتي. طبيعه الحال انا موجده واحد البلاستيكه وزيف والزيت باش
اللي حيدتها من المقله، كندهنها بالزيت وكنغطيها بلاستيكه وبالزيف، وكنخليو المقله ديالتنا حتى كتنشف حتى كتسخن. دونك كناخد كريزه بحال ما هكا، وغادي نبدا ندوز فيها على المقله بسرعه. صافي، وكنحطوها في الجنب، ما نخلطوهاش مع الاخرى باش ما تسخنهاش لينا، لان هذه سخنات. هانتوما كما كتشوفوا، غير غتبدا تقلع من الجناب، غادي نحيدها. صافي، غنهزها بحال ما هكا. هي الورقة ديالتنا، انا اللي حيدتها كندهنها ونغطيها. ناخد عاوتاني بحال ما هكا، هكا بسرعة. فما تخافوش، راه ما كتلسعش في اليد، راه غير العجينة هي اللي قايصة المقلة. صافي، وعافيه مهيله. صافي، نقلعوها شويه. كنردوا البال للمقله تحت ثانيه واش باقي فيها الماء باش ما تمشيش تنشف لينا.
كنستمر بحال ما هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي ونتلاقاو. الورقه ديالتنا بعد ما ساليناها فها نتوما كيفاش كتجي، كتجي رقيقه، كتجي زوينه. ها نتوما الايد كتبان من الرق ديالها، دونك صدقوني جربوها راه غتجيكم ساهله وزوينه، وكتجي مقرمشه في القليان ولا في الطياب. دونك نتمنى تعجبكم هذه الوصفه هذه وتجربوها ان شاء الله.